قراءة في عناوين صحف شرق أوروبا لليوم الأربعاء. في بولونيا تناولت يومية فيبروشا الحريق الذي شب قبل أيام في مطرح غير قانوني للنفايات الكيماوية جنوب البلاد وفرض إجلاء مئات الأشخاص من المنطقة. اليومية اعتبرت أن الحادث يدعو إلى التفكير مليا في معايير مراقبة هذه المواقع والتدابير التي تتخذها السلطات المعنية لحماية المجتمع، لاسيما أن هذه المطارح موجودة بكل مناطق بولونيا. في روسيا نقلت صحيفة إزفيستيا تحليلا اقتصاديا يبرز أن تراجع الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من سنة 2020 قد يصل إلى 25% على أساس سنوي، متوقعا تسجيل انتعاش خلال النصف الثاني من العام. في تركيا أفادت صحيفة الصباح بأن رئيس التركي رجب طيب أردوغان تباحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول عدد من الملفات من بينها سبل مكافحة فيروس كورونا. اليومية أوضحت استنادا إلى رئاسة التركية أن الرئيسين باحثا التعاون في مكافحة الجائحة والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. في النمسا أبرزت يومية كرونت سايتونغ أن الحكومة الفيدرالية أعلنت عن برنامج خاص لإعادة استئناف الدراسة بكافة المستويات التعليمية، إضافة إلى إعادة فتح المطاعم ابتداء من 15 مايو المقبل. في تفاصيل البرنامج أوضحت اليومية أن كافة المراكز التجارية ستستأنف نشاطها اعتبارا من 2 مايو المقبل مع مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية.